بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله إخواني وأخواتي. الآن بنعرض لأهم قناة متخصصة في اختبارات قياس. من هنا نبدأ القدرات. طبعا عارفين أن هذه القناة أو هذا الاسم سمي على أهم كتاب في اختبارات قياس في القدرات، اللي هو كتاب من هنا نبدأ القدرات. لماذا هذه القناة جيدة؟ لأنها متخصصة في اختبارات قياس في القدرات، في التحصيلي، في مقياس موهبة، في قدرات الجامعيين، في اختبارات وكفايات المعلمين والمعلمات. كمان لأنها بتتناول الاختبارات الورقية من اختبارات قياس والاختبارات المحوسبة. هنا في هذه القناة أكثر من 200 فيديو متخصص، أكثر من 10,000 سبسكرايب، وأكثر من 2 مليون لايك على هذه القناة. معنى ذلك أن هذه القناة تلقى إعجاب واستحسان كثير من فئات كثيرة من الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات. نسيت كمان أقول أن في هذه القناة شرح لاختبارات القدرات باللغة الإنجليزية اللي هي GAT، شرح من الاختبارات التجريبية من كتابي الامتياز في القدرات GAT. هناك مشاهدات كبيرة لهذه القناة. نأخذ مثلا مثال، في مثلا هنا فيديوهات لقدرات الجامعيين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نستكمل هذا الكورس الرائع قدرات الجامعيين. اليوم معدنا مع باقي مهارات الجزء اللفظي مع مهارة التناظر اللفظي. مهارة التناظر اللفظي، في بداية كل سؤال كلمتان ترتبطان بعلاقة معينة، تتبعها أربع أزواج من الكلمات، زوج منها ترتبط فيه الكلمتان بعلاقة مشابهة للعلاقة بين الكلمتين اللتين في بداية السؤال. المطلوب اختر من هذه الأزواج الإجابة الصحيحة. قبل ما ننتقل إلى الأمثلة، هننتقل الآن إلى استراتيجية التعامل مع هذا النوع من الأسئلة. وفي كمان أسئلة كثيرة من اختبارات القدرات في الاختبارات الورقية. الاختبارات الورقية من سنة 39 و38 و37. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل معا شرح تجميعات القدرات لعام 1439. اليوم عدنا مع الحلقة الخامسة، شرح لأهم تجميعات يوم السبت. طبعا ما نسيناش الاختبارات المحوسبة، جبنا مجموعة كبيرة من الفيديوهات اللي بتشرح لتجميعات الاختبارات المحوسبة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم إبراهيم قشير، مؤلف كتاب المتميز في مقياس موهبة وقدرات الجامعيين وكتاب من هنا نبدأ القدرات. تكملة لسلسلة دروس تجميعات المحوسب الحديث من عام 2018. السؤال الأول، إذا علمت أن مساحة المستطيل هي 48، أوجد إحداثيات النقطة ألف. نعطي هنا المستوى الإحداثي، محور السينات ومحور الصادات، وهنا مستطيل، وحطت لي هنا نقطة تلاقي قطري المستطيل، إحداثيتها. نعرض الآن جانب من المشاركات والتعليقات للمتابعين معنا في هذه القناة، قناة من هنا نبدأ القدرات. دي صور من التعليقات. هنا شكرا يا أستاذ، من خلال مقاطع الفيديو الخاصة بك ذكرت واستعدت للاختبار والحمد لله كانت النتيجة جميلة ومرضية. أسأل الله الكريم أن يوفقك ويسعدك ويوفق كل من ساهم في ظهور هذه الفيديوهات. كثير جدا من التعليقات والثناء والشكر، جزاكم الله خير على هذه الكلمات الجميلة. ودي بعض النتائج، طلاب جايبين 99% و100%. الأستاذ الكريم الأستاذ إبراهيم قشير بفضل الله تعالى ثم توجهاتك ودعاك حصل الابن على 99% في اختبار القدرات. وفي كثير من الطلاب تحسن مستواهم أكثر من 10% و15%. هذا الطالب كان جاي في أوائل الثمانينات وبفضل الله وصل إلى 97%. وفي اخوانكم كمان استفادوا. استاذ ابراهيم انا درست معك في الفيديو اللي بتنزله في اليوتيوب وجدت استفاده وراح استفيد اكثر من الكورس، جزاك الله خيرا. ودي بعض شهادات الشكر اللي اتت لهذا التعليم الالكتروني، منصه رواق. تتقدم منصه رواق للتعليم الالكتروني المفتوح بوافر الشكر والامتنان للمحاضر ابراهيم قشير على مشاركته في كورس قدرات الجامعيين اللي فيديوهاته موجوده في هذه القناه، قناه من هنا نبدا القدرات.
دي كانت لمحة بسيطة لهذه القناة المهمة، قناة من هنا نبدأ القدرات، واهتمامها بالقدرات والتحصيلي وجميع اختبارات قياس، سواء كانت باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، سواء كانت الاختبارات الورقية أو المحوسب، وكمان إخواننا وأخواتنا المعلمين والمعلمات في كفايات المعلمين والمعلمات. كل الأمنيات الطيبة والدعوات الصادقة لكم إخواني وأخواتي بالحصول على أعلى الدرجات في اختبارات قياس. شكرا، السلام عليكم.